واشنطن تستضيف مباحثات حول ملف سد النهضة بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان من أجل تجاوز الخلاف. القيادي بتيار نصرة الشريعة محمد علي الجزوري ينتقد أداء لجان المقاومة ويصفه بالمخالف للوائح والقانون. مجلس الوزراء يقف على نتائج زيارة حمدوك للفاشل ويشدد على إيجاد معالجات عاجلة لأزمة المواصلات في الخرطوم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والتي تضم إلى جانب نشرة الأخبار موجزا اقتصادي وآخر رياضي. أهلا بكم وإليكم التفاصيل. يبدأ في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء الاجتماع الوزاري الخاص بسد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا، ويأتي الاجتماع بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى المباحثات من أجل إيجاد صيغ وفاقية لتجاوز الخلاف حول ملف السد. هذا وستجري وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله التي وصلت إلى واشنطن مترئسة وفد السودان في الاجتماع جملة من المباحثات بوزارة الخارجية الأمريكية حول العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة وسبل تعزيزها. وجه القيادي بتيار نصرة الشريعة ودولة القانون الدكتور محمد علي الجزولي جملة من الانتقادات لأداء لجان المقاومة التابعة للحرية والتغيير داخل الأحياء. وقال الجزولي لقناة طيبة من خلال استضافته في برنامج حديث الناس إن لجان المقاومة تكونت بصورة مناطقية مقرا بإسهامتها في إحداث التغيير، ومستنكرا الممارسات والتجاوزات الأخيرة التي بدرت هنا وهناك والتي وصفها بالمخالفة للوائح والأعراف والقوانين، لجهتي أن اللجان جهات غير مفوضة بصورة رسمية من السلطات حسب قوله، مطالبا بضرورة تقنين عملها أو تضمينها في أجسام تعمل على دعم البرامج وأهداف الثورة، فيما دافع بعض مناصري لجان المقاومة عن نشاطها وقالوا إنها تساعد في الغالب على نظافة البيئة والتنظيم ومنع المتجاوزين للنظام العام. والجدير بالذكر أن وزير الحكم والإدارة الاتحادية قال إن الخطة المقبلة ترمي إلى تقنين وضع لجان المقاومة وهيكلتها في أجسام معترف بها. شدد رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف بروفيسور إبراهيم غندور على أن محاكمة أي سوداني خارج حدود البلاد تعد تدخلا في السيادة الوطنية وتشكيكا في نزاهة القضاء السوداني، وأكد أن الحزب لن يشارك في الحكومة الحالية أو حتى المجلس التشريعي المرتقب. وقال غندور في صفحته الرسمية بفيسبوك أمس إن من يطالب بتسليم أي سوداني لمحكمة أجنبية في قضية تخص الوطن عليه أن يراجع وطنيته، ودعا إلى ضرورة محاكمة كل من تثبت عليه جريمة في المحاكم السودانية. في غضون ذلك جزم غندور أن الوطني سيشارك في الانتخابات البرلمانية لإعداد دستور دائم للبلاد ثم الانتخابات النيابية للفوز بمقاعد البرلمان. استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك إلى تقرير من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المرافقين له حول نتائج زيارة وفد الحكومة إلى ولاية شمال دارفور والتي زار خلالها عددا من المرافق الخدمية، وتفقد عددا من معسكرات النازحين ووقف فيها على مجمل الأوضاع في الولاية. كما أوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية إن الزيارة كانت ناجحة من خلال الاستقبال الحار الذي وجده والذي عكس التأييد الذي تحظى به حكومة الثورة، فضلا عن إعطائه إشارات قوية بالأمل نحو تحقيق السلام. كما وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ توصياته بشأن حل أزمة المواصلات العامة في البلاد، خاصة فيما يتعلق بتشديد الرقابة على النقل. وقال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية إن المجلس استمع أيضا إلى تقرير حول موقف المواصلات العامة الذي لا يزال متأزما بالرغم من وجود حلول مؤقتة تم البدء فيها. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من الصحفيين والمهتمين حول دلالات اهتمام رئيس الوزراء بزيارة نازحي المعسكرات بولاية شمال دارفور. نتابع.
الزيارة أيضا لها انعكاسات على ملف السلام على مستوى الحركات المسلحة. أيضا رحبت بوصول حمدوك إلى دارفور ووقوفه على حقيقة الأوضاع بنفسه. متوقع خلال الفترة المقبلة أن يتحرك ملف السلام، وخاصة أن الجولة المقبلة المرتقبة في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا أن تكون الزيارة لها ما بعدها. أعتقد أن هذه خطوة إيجابية في دعم المسيرة السلمية في السودان، وهذه تدل على أن السودان أصبح بلد ديمقراطي بمعنى الكلمة، وهذا يسهم في رفع قائمة السودان من الدول الراعية للإرهاب إن شاء الله. وهذه الخطوة ستعزز السلام في السودان وتقربنا من المجتمع الدولي والعالم الدولي والإقليمي. إشارة بشكل غير مباشر للحركات الخارجية والحركات المتعاملة مع دول تانية، مثلا في ليبيا، في بعض الدول، بأنه يا أخي القضية اللي كنتوا بتطلعوا من أجلها واستخدمتوها هي فعلا اتغيرت بشكل تام. الناس تجي تقعد هنا وتشوف الحاصل شنو. الحاجة الكويسة إنه هو قاعد معاهم يعني لأول مرة تحصل، حتى شكل الاستقبال، شكل البروتوكولات، شكل القعدة كانت معاهم بتوحي بأنه في يعني في شغل حقيقي. مرات ممكن الناس تقعد مع بعض وتستفيد من الحاجة دي. وجدت زيارة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إلى حاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر التي وقف من خلالها على أوضاع النازحين بالمعسكرات، وجدت أصداء واسعة وترحيبا من قبل القوى السياسية والمواطنين. ويؤكد مراقبون أهمية الزيارة في الاستماع إلى شكاوى المواطنين وإيجاد معالجات عاجلة للأوضاع هناك. كما تأتي الزيارة في إطار جهود الحكومة لتحقيق السلام الشامل في البلاد. أكثر من 16 عاماً تعاني مناطق دارفور في السودان من التهميش وارتفاع أصوات البنادق وفتك الرصاص بأجساد أبنائها، نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص جراء الصراع المتصاعد استناداً على تقارير الأمم المتحدة. أولى أولوياتنا هي إيقاف هذه الحرب اللعينة ووضع حد لمعاناة أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء. حمدوك رئيس وزراء الثورة، أول رئيس وزراء تطأ قدماه أرض معسكرات النزوح منذ اندلاع الصراع في دارفور، والتي طالما ارتفعت أصوات قاطنيها مطالبة بتحقيق المساواة والعدل وأحلام العودة إلى أرض الأجداد والميراث، بيد أنها كانت تكمم بأصوات البنادق. الأوضاع في معسكرات النزوح صارت بندا لا يمكن تجاوزه اطلاقا على طاولة حوار السلام مع الحركات المسلحة، لتأتي زيارة حمدوك لتفتح الأبواب التي أغلقها النظام السابق. ملف السلام هو الملف الأبرز، حيث كانت هناك نقاشات واضحة وصريحة حول السلام وتحقيق السلام مع أهل المصلحة، وهنا أعني النازحين واللاجئين بحسبان أنهم فئة متضررة من الحرب، بجانب أيضا الوقوف على الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية. وبالتالي هذه الزيارة لها مدلولات إيجابية، أعتقد أنها ستنعكس إيجابا على سير التفاوض الذي من المقرر أن يكون غضون الأسبوعين المقبلين. مصالحة داخلية جديدة لم تشهدها دارفور من قبل. الزيارة بتقييم البعض تنقل ملف السلام إلى مربع جديد أساسه الثقة، فالسنوات الماضية لم يرتق فيها النظام السابق فجوة عدم الثقة والتهميش لأبناء دارفور المطالبين بتحقيق المساواة وانتباه المركز لمطالبهم، فقد ملت القلوب الحرب وأقلقت أصوات البنادق المضاجع. أنا أعتقد أن زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الفاشر في هذا التوقيت تأتي في إطار دعم ملف السلام والتفاوض، وبالتالي هو يريد أن يوصل رسالة إلى النازحين بأنه أول رئيس حكومة يزور معسكر النازحين في مدينة الفاشر منذ فترة طويلة، وكذلك إعطاء أولوية لملف النازحين واللاجئين، وبالتالي هو يريد أن يوصل هذه الرسالة ل يعني تعويض كل من تضرر من ولاية الحرب في الفترة الماضية. وتبقى أبرز التحديات التي تواجه حكومة حمدوك لتحقيق السلام هي تنفيذ مطالب النازحين في معسكرات أبو شوك وزمزم وسلام، والتي تتمثل في عودتهم إلى مناطقهم وقراهم الأصلية. كما تبقى أبعاد الزيارة ترسم في أذهان السودانيين مزيدا من الأمل بتحقيق السلام القريب.
زيارة حمدوك لمعسكرات النازحين بمدينة الفاشر لها دلالات بحسب مراقبين على اهتمام الحكومة بملف السلام، خاصة ملف النازحين الذي تم تهميشه في السنوات الماضية. إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطوم. نفت القيادة المركزية للجبهة الوطنية العريضة ما تم تداوله من أخبار حول انسحاب الجبهة الوطنية العريضة من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، مؤكدة تمسكها ودعمها لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والسلطة الانتقالية وكل المؤسسات التي أفرزتها ثورة ديسمبر المجيدة. وأوضح الأمين العام عبد القادر العشيري للحدث إن البيان المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي باسم المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية العريضة خرج من مجموعة هي الآن خارج هياكل الجبهة الوطنية العريضة ولا علاقة لها بالهيئة القيادية المكلفة، استنادا إلى ملخص آخر لاجتماع حضره معظم قيادات مكتب التنفيذي للجبهة. رجح القيادي بقوى الحرية وتغيير إبراهيم الشيخ مشاركة أنصار السنة والإخوان المسلمين والحركات المسلحة التي وقعت اتفاقيات مع النظام السابق في البرلمان الانتقالي، وأكد عدم تحديد رئيس البرلمان حتى الآن. وكشف الشيخ عن اتفاق على أن يكون التمثيل في البرلمان عادلا وقائما على الكثافة السكانية لأي إقليم مع مراعاة التمثيل النوعي للنساء والمهنيين والشباب والمجتمع المدني وبقية الشرائح المختلفة، منوها إلى أن المشاورات الجارية ولم يتم الاستقرار على موقف نهائي، كاشفا عن ورشة للمجلس المركزي لقوى التغيير ستقام اليوم الأربعاء لبحث الأمر بعمق. وصف حزب المؤتمر الشعبي في السودان أمس الثلاثاء وزراء الحكومة الانتقالية بأنهم كوارث ووصف أدائهم بالضعيف جدا، وقال إنهم أفلحوا في إطلاق التصريحات الغريبة أكثر من فلاحهم في إنجاز عملهم، مؤكدا أن حكومة حمدوك فشلت فشلا ذريعا في حل أزمات المواطنين. في وقت أكد الأمين السياسي للحزب دكتور إدريس سليمان لموقع باج نيوز إن سوء الإدارة هو سبب استمرار أزمات الخبز والمواصلات، وإن الوضع القائم صار أكثر سوءا مما كان عليه بالعهد السابق. كما انتقد إدريس تدخل قوى الحرية والتغيير في الأداء التنفيذي للحكومة، مؤكدا أن ذلك قد أدخل الحكومة في مأزق ومتاهة كبيرة لن يخرجوا منها إلا بنهاية فترتهم دون أن يغيروا الواقع. كشفت مفوضية العون الإنساني بولاية جنوب كردفان عن زيارة وفد أمريكي إلى الولاية غدا الخميس لمتابعة وتنفيذ المشاريع وتقييمها النهائي والاستمرار فيها خلال العام المقبل. وكشف مفوض العون الإنساني بالولاية اللواء معاش خضر طويل حسين في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية كشف عن قيام المنظمات بمسح شامل للمناطق التي تحتاج إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم والمياه لتسليم تقريرها للمانحين لدراستها، مشيرا إلى مواصلة المنظمات العمل في مناطق العودة الطوعية. وأوضح المفوض أن زيارة الوفود الأوروبية والأمريكية لمناطق الريف الشرقي ومحلية أبو جبيها ستكون مؤشرا جيدا لانتقال الولاية لتنفيذ مشاريع تنموية. نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة، وفيها بعد الفاصل: الشروع في إنشاء خط لسكة حديد يربط بين السودان ومصر لتسهيل حركة الركاب والنقل. أهلا بكم مجددا متابعينا، والآن ننتقل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية. أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن إنشاء خط للسكك الحديدية بطول 600 كيلومتر يربط مصر بالسودان لتعزيز حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
وقال وزير النقل المصري في بيان إن خط سكة حديد يربط جنوب مصر الصعيد بالسودان لتسهيل حركة الصادرات، وينتقل الخط الجديد وينطلق الخط الجديد من مدينة أبو سمبل بأسوان إلى مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل، والتي تبعد 538 كيلومترا شمال الخرطوم، ويستغرق إنشاء الخط 36 شهرا، وسيتم إنشاء محطة ترانزيت في الجزء الشمالي من مدينة وادي حلفا. كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي عن خطة لردم الهوة بين الأجور والأسواق ومساع لاستعادة الأموال المهربة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقال البدوي إنه يجرى العمل حاليا على تنفيذ 38 توصية لضبط الميزانية والأداء المالي ورفع الإيرادات من 6 إلى 20% من الناتج المحلي، وأشار إلى اتفاق مع شركات عالمية لتتبع ورصد الأموال التي نهبتها عناصر النظام السابق وتقديم كشوفات وتقارير حولها إلى النائب العام. كما أكد البدوي الشروع في عملية الإصلاح المالي وإنهاء التشوهات التي أرهقت الاقتصاد والمتمثلة في سياسات التجنيب وانتشار ظاهرة الفساد. انتهت النشرة الاقتصادية، نتابع بعض الأخبار الرياضية. أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول عن الكلية التي ينوي بها خوض مواجهتي ساو تومي وجنوب إفريقيا يومي 14 و17 من نوفمبر الحالي بالجولتين الأولى والثانية في تصفيات أمم إفريقيا للعام 2021 في الكاميرون. وحدد الجهاز الفني يوم الخميس المقبل موعدا لتجمع المنتخب في أكاديمية كرة القدم، حيث وضع اتحاد كرة القدم برنامجا مكثفا للتدريبات يعقبه معسكر تدريبي مغفول يوم الاثنين 11 من نوفمبر. هذا وشملت القائمة عددا من اللاعبين الجدد أبرزهم المحترف في صفوف سيمبا التنزاني شرف الدين شيبوب. أرجاء قائد الهلال عبد اللطيف بويا سفره إلى دولة قطر بسبب ارتباطه بمباريات المنتخب السوداني في تصفيات أمم إفريقيا. وتلقى بويا اتصالات رسمية من الجهاز الفني للمنتخب السوداني بشأن انضمامه لقائمة مباراتي ساو تومي وجنوب إفريقيا بتصفيات كأس الأمم، الأمر الذي دفع اللاعب لتأجيل السفر إلى قطر لمناقشة العرض الذي تلقاه اللاعب من نادي المسنبر والذي ينشط بدوري الدرجة الثانية في قطر. الجدير بالذكر أن عقد بويا مع الهلال انتهى في 30 من أكتوبر الماضي. يستهدف الهلال الخرطوم عندما يستقبل بملعبه في 7 إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء نظيره أهل الخرطوم استعادة الصدارة والوجود في المقدمة من الأمل عطبرة، ويسعى الهلال ومدربه لتحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف الدولي تأهبا لمواجهة ساخنة في قمة مباريات المرحلة المقبلة بالدوري الممتاز عندما يواجه المريخ في 23 من نوفمبر الجاري. ويدخل الأزرق لقاء اليوم مؤملا في مواصلة رحلة النتائج الإيجابية والأداء المميز الذي ظهر به في المرحلة السابقة أمام حي العرب بورت سودان. انتهت النشرة، نعود ونذكر بأهم العناوين. واشنطن تستضيف مباحثات حول ملف سد النهضة بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان من أجل تجاوز الخلاف. القيادي بتيار نصرة الشريعة محمد علي الجزولي ينتقد أداء لجان المقاومة ويصفه بالمخالف للوائح والقانون. مجلس الوزراء يقف على نتائج زيارة حمدوك للفاشر ويشدد على إيجاد معالجات عاجلة لأزمة المواصلات في الخرطوم. انتهت النشرة، في أمان الله. حياة طيبة.